اهلا، السلام عليكم غزاله ديالي. صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا للبنات حيت كتسولوا فيا على خطيكم، والله يكبر بيكم. ولكن يا البنات شنقول لكم، والله العظيم الى العيا ديال بصح، وسمحوا لي غبرت عليكم حيت فريمون ما كنتش الصراحه هاد اليومين مرتاحه، ما كنتش مزيانه، و صافي بديت كنحس براسي بانني فابل فابل، ما قد ندير حتى شي حاجه. دونك غبرت عليكم، وخا صراحه ماشي لخاطري، يو فوا منين كيجي الوقت باش نحط الفيديو ما كنحطوش كيبقى فيا الحال. ولكن اليوم قلت والله حتى غادي نحط للبنات هذا الفيديو، وخا صراحه راه كندير لكم مونتاج دابا، عرفتي الصباح كندير لكم مونتاج باش نحاول ان شاء الله نحطوكم في وسط النهار. المهم غزال ديالي، شكرا بزاف 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 حيت كتسولوا فيا، وشكرا بزاف لميساجاتكم اللي كتهضروا معايا فيهم، سواء كان بريفي ولا في يوتيوب. زعما والله لا خطاكم البنات، والله يكبر بيكم، ولا خطاكم هذا ما كان. شكرا بزاف بزاف بزاف، والله يسهل عليكم حتى نتوما. وبهذه المناسبه كنشكر بيان سور حتى البنات كاملين اللي كيقولوا لي حنايا مابونين جدادين، ربي يخليكم البنات، ومرحبا والف مرحبا بكم. وشكر كبير كذلك المتتبعات الوفيات اللي من شحال هادي هما متبعيني من نهار حليت القناه، وهما معايا ومسانديني، ربي يخليكم. فكيف ما قلت لكم، مع فيديو جديد ان شاء الله. وهاد شو سميتهم، هاد الزرابي كلهم كانوا تصبنوا، ولكن بيني وبينكم البنات بيني وبينكم ما عجبتنيش النتيجة النهائية. ايوا المهم دابا راني باش قبيله كنت كسا كنشوف فيهم، ما عجبتنيش نتيجتهم، وان شاء الله غادي نعاودهم، ولكن ماشي دابا حتى نتفك على خير وبخير. دونك صافي جمعتهم باش، لان صافي يبسو، جمعتهم طويتهم حطيتهم هكا على جانب، قلت لماما ان شاء الله نتفك على خير وبخير. وهكا مع شهر 7 ولا شهر 8 ان شاء الله، قلت لها كتكون الحراره وداك الشيء، وداك الساعات ان شاء الله نعاودهم نضرب لهم هكا واحد الحكه وفركه، كوم ما نقص داك الشيء اللي منهم. ولكن المهم داك النتيجه اللي كنت باغاها ما خرجاتش، ماشي مشكل، من بعد ان شاء الله وداك الساعات نعاودهم هذا ما كان. ايوا ودابا صافي كنزولهم باش نطويهم نحيدهم عليا. صراحه كنت باغا نصيفطهم لبرا باش يتصبنوا. ايوا صافي، وفتالي قلت معليش يدوزو هكا غير في الدار، ما يدوزو هكا غير في الدار ساعه، العذاب فيه جوج ديال المرات، ماشي مشكل مكتب لهم. المهم غزالة ديالي، نجاوب بعض الاسئله اللي جاوني على المعرض او الستاند اللي داروه في كازا، وشفتو كانت حتى اسماء بيوتي دارت له الاشهار، وكانت مشات له واحد لقيته، مشات لتما ودارت دي ستوري في الانستغرام ومشات. وكانوا جاوني بعض الاسئله اللي قالوا لي علاش زعما انت الا ما مشيتيش لتما وهذا وهذا. انا غادي نجاوبكم على حساب السؤال ديالكم. دونك بالنسبه للمعرض اللي دار في كازا، هذاك يعتبر معرض، باش نشرح لكم ونفسر لكم بالضبط شنو هذاك الشيء. هذاك ستوند، هذاك جمعوا فيه لي مارك ياكم، و باش يبيعوا لي برودوي ديالهم. اويا مفهوم هذا، باش بغيت نفسر لكم، مفهوم واضح وباين. هذاك بحال معرض اللي كيدار في مدينتنا، وكنمشيو له كنلقاو فيه بزاف ديال الحوايج كيتباعوا ياكم، وكيكونوا ناقصين شويه الثمن، كيكونوا داروا سولد نقصوا شويه الثمن منهم، وكيبيعوا للناس. علاش؟ لان ماشي الناس كاملين اللي في المغرب عندهم الانستغرام، ماشي الناس كاملين في المغرب اللي كيعرفوا انهم يتواصلوا بلي ريزو سوسيو. كاينين الناس اللي ما عندهمش كاع مع لي ريزو سوسيو، كاين الناس اللي ما عندهمش كاع انستغرام، ومنكم هنايا بزاف اللي الناس في اليوتيوب ما عندهمش كاع الانستغرام، فما عندهمش كيفاش يديروا يتواصلوا مع الشركات، وما عندهم ما عندهمش كيفاش يديروا باش يشريوا من عندهم من غير انهم
خصهم يتواصلوا معاهم مباشرة، باش يتواصلوا معاهم مباشرة ما يمكن لهمش، كاع ما يقدرش يكون عندهم حتى ما عندهمش منين يجيبوا النمرة ديال التليفون ديالهم مثلا. ف هاد المعارض كيزيدوا هما الراسهم، راه هذا كإشارة لراسهم. خا شركة راه تبارك الله ما شاء الله كبارين، وكاينين شركات اللي تما عالميين، ولكن واخا هكاك اي واحد في واحد في واحد في واحد الصف كيبغي دائما يتعرف اكثر واكثر، كيبغي دائما يكون هو نمبر وان. فهمتوا شو بغيت نقول لكم؟ فهذاك ستوند دار، انا قلت لكم على اساس بانهم نقصوا واحد شويه من الثمن، داروا تخفيض حتى لجميع الناس اللي عندهم علاقه بالدومين. فهمتوا شو بغيت نقول لكم؟ يعني الناس اللي عندهم علاقه بالدومين كلهم نقصوا لهم، وماشي غير الناس كاملين اللي عندهم اللي في نفس الدومين اللي نقدو نقولوا حنايا لاكواف والاستيتيك وداكشي، راه يقدر يكون حتى بارفومري، حيت كاينين ودي فورنيسور، حيت راه كاينين البنات اللي دي بارفوم غير حتى هما كيشريو من عند هادوك وكيقلبوا البيع كيربحوا، وكاينين حتى دي فورنيسور حتى هما كيشريو كيقلبوا البيع. هادشي اللي بغيت نفسر لكم. ف باش انا البنات غادي نمشي من نادور حتى لكازا، وانا ما نكذبش عليكم على راس ليلتي، فبيان سيغ ما غاديش نقدر نمشي من هنا حتى لكازا باش نحضر لواحد المعرض، ما غاديش ما نقدرش ما غاديش نقدر بصفه نهائيه. اول حاجه العذاب ديال الطريق، ثاني حاجه اي حاجه انا بغيتها فبيان سيغ كتوصل حتى عندي حتى السونتر ديالي، كلشي كيوصل ب لا ليفريزون ا دوميسيل فين ما كنتي. فما كانش ما عنديش جهد انني نمشي لتما وعاد باش نصور لكم مثلا ونقول لكم انا في واحد المعرض ولا لا. شتي لو كانت كانوا دي فورماسيون عن قرب، وكان كان شي حاجه اللي غنلقى فيها مصلحه سوا لي سوا هذا، فبيان سور غادي نقدر نصطم على راسي، وفي حالات ما وكنت ما رانيش على راس ليلتي ونقدر نمشي، ولكن داكشي عن بعد، كلشي بعيد عليك، حتى الفورماسيون اللي كانوا كيديروها بعيده عليك. يعني نتينا جالسه مع الناس في واحد البلاصه في الكراسه، وهما كيديروا فورماسيون فوق بحال نقولوا فوق الخشبه، يعني داكشي ماشي عن قرب. ولي فورماسيون تبارك الله ما شاء الله حتى اللي بقي يبغي يديرهم كيديرهم ملي كيكونوا ناس اقليه، ماشي معرض محلول للناس كاملين، يعني الدايز والراجع يقدر انه يدخل تما وكاين الاقتضاد. فبالنسبه لي فورماسيون داكشي كله بغيتي ديريه راه كيجيو عندك حتى البلاصه اللي انتي ساكنه فيها او اللي عندك الخدمه فيها، وكيديروا لك فورماسيون سوا ليك سوا ليكيب ديالك. وديجا نتوما راكم عارفين هادشي وكتشوفوا هادشي. وحتى الا بغيتي ديري فورماسيون كاع وما كانوش وما غير ديبلاصاو عندك انتي هنا اللي كتهزي راسك وكتمشي عندهم، وتما فين كديري الفورماسيون عندهم، وما كيكونوش بزاف ديال الناس كيف ما قلت لكم، كيكونوا عدد على رؤوس الاصابع باش كتسمى اصلا فورماسيون، كيعطيوك الوقت باش انك تفهمي داكشي اللي خاصهم يفسروه لك. فوالا هادشي اللي كاين. اما بالنسبه غير معرض هكاك الواحد يمشي، وسورتو انا كنهضر على نفسي، فما غاديش بيان سور ما غاديش نقدر، لان باش نمشي من هنا حتى لتما على ود باش نحضر غير لواحد معرض راه بيان سور ما غاديش نقدر، لان كيف ما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله اي حاجه كنبغيوها كتوصل عندنا حتى البلاصه فين عندنا الخدمه ما شاء الله. هادشي ما هذا هو كان الجواب ديالي على الاسئله ديالكم اللي سولتوني عليها. وتبارك الله ما شاء الله كيف ما قلت لكم انا كنخدم وكنركز على واحد الحاجه اللي كنقدر انني نزيد بها لقدام، ما كنركزش على بحال هذا الشكل هذا، لا كنركز على واحد الحاجه على الكليانه مور ما تخرج من عندي بوحديتها تدخل عندي الانستغرام ولا تدخل عندي النمره ديال التليفون وتكون عجباتها الخدمه، فوالا تكون عجباتها الخدمه
وتقول لي تبارك الله ما شاء الله ايوه عليكم، هذا الشيء اللي عندكم غزال بحال غادي تشوفوه دابا معايا. هذا الشيء علاش كنركز، والحمد لله كنسهروا دائما على اول حاجه وهي الراحه النفسيه ديال الكليانه. مور ما تدخل عندي للسونتر وتخرج، كنركز على التعامل ديال البيرسونيل مع الكليان، وكنركز على الخدمه. ان مي كتركزي على هاد الثلاثه ديال الحوايج فبيان سور راه صافي، كتكوني ضامنه ان الكليانه خارجه وهي فرحانه وراجعه عندك هي وعشرة ديال الناس وعشرين ديال الناس، وهذا هو النجاح في الخدمه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ومي كنقول منين يكون، منين نقول الراحه النفسيه ونقول البيرسونيل يتعامل مزيان والخدمه تكون زوينه، الخدمه راه داخله فيها سواء كانت الخدمه ديال اليد او لا لي برودوي باش كنخدموا، هذا هو الاهم. وهادشي هو اللي كيخليك دائما تزيدي لقدام. وبهذه المناسبه مرحبا بكم والف مرحبا عندي في السونتر بالنسبه للناس اللي قرابين وحتى اللي بعاد وكيقدوا انهم يوصلوا الناظور في الويكاند، راه كاينين دي برومو اللي فنين كيحمقوا. مرحبا والف مرحبا، سواء كان في الحمام سواء كان في الاستيتيك سواء كان في لاكواف، مرحبا والف مرحبا. كيف ما كنت قلت لكم ديجا في الانستغرام، بقات دابا حاليا هاد الويكاند يعني هاد 3 ايام الجمعه والسبت والحد، مرحبا بكم. كاين دي برومو فنين حتى في البروتيين في كل شيء، مرحبا والف مرحبا. ودابا غادي ندوز ان شاء الله باذن الله باش غادي نتشارك معاكم واحد الكيك اللي ساهل ماهل وكيجي مفشفش وغزال، اللي كيتكون البنات من 5 ديال البيضات، وغادي ناخد كاس كبير ديال سنيده وكاس كبير ديال الزيت وكاس كبير ديال الحليب مع 3 ديال الخمارات وجوج ديال الزات فاني وجوج ديال الكاكاو وقبيصه ديال المليحه، وبيان سور ما غاديش نساو الفورس اللي حتى هو غادي نستعملوه. فبالنسبه ان شاء الله باذن الله غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه، حيت باغي قلت لكم كاس 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 كبير على حساب الشاشه باش ما تزربنيش حيت كنهضر وكنشوف في ليكرون. فالمهم اول حاجه البنات غادي نبداو بها وهو انني كندير البيض، كندير 5 ديال البيضات بحراره المطبخ، وبيان سور غادي ندير سنيده وغادي ندير الفاني قبيصه ديال المليحه، وغادي نحاول انني نطرب كل شيء مزيان 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 دائما كنقولها لكم، حتى كيطلع البيض مع سنيده كدوب وكيرجع داكشي على شكل كريمي، وحتى لا كولور كتفتح ما كتبقاش بحال هكا صفراء بداك الاصفر ديال البيض. وكنتاكد على اساس السنيده كلها ذابت عاد كنكمل، لان الكيكه كتجي رخوه كتجي مفششه. واحد غادي نكمل. فبالنسبه كيف ما قلت لكم الكاس الكبير اللي انا عبرت به ديجا سنيده، فهنا ما كنعمروش حتى الفم، كندير بحال كاس لارب ديال زيت نباتيه، ولكن الكاس الكبير يعني العبار بالكاس الكبير كيف ما كتشوفوا، حيت الكيك ديالي بغيتها تجيني كبيره. ممكن انكم ديروها في مول مدور ولا هذا، المهم انا درتها في مول مستطيل، هانتوما غادي تشوفوا معايا. فبالنسبه للحليب كيف ما كتشوفوا كاس كبير عامر حتى الفم حتى هو، وغنحاول انني نخلط، كنخلط غير سو بلاص، لان الحليب راكم عارفين اصلا هو شي حاجه اللي هي جاريه صافي. وهنايا غادي نحاول انني نضيف الفورس ونديرو هكا في الصفايه، يعني بحال نقولو يتغربل الكاس الاولاني غادي نديرو، وغادي نحاول انني نضيف معاه 3 ديال الخمارات، وغادي نحاول انني نخلط ونولي نعاود ثاني ندير الفورس. انا بالعاني درت هذه الطريقه باش نعطيكم العبار بالاكزاكت، لان بالنسبه لهذاك بالنسبه للفورس كيبقى دائما على حسب الخليط. هنا البنات راني زدت الكاس الثاني كيف ما شفتوا، الكاس الاولاني ديال الفورس، ودابا عاوتاني زدت الكاس الثاني ديال الفورس حتى هو عامر حتى الفم. هنايا غادي نضيف البنات معاكم الكاكاو، وهنا كنلاحظ على اساس بان ما غاديش، اسمحوا لي ما غاديش نضيف الكاكاو، كاكاو بلاتي تنخلي واحد الكميه صغيره ديال الخليط. هنايا كنتاكد على اساس بان صافي راه الخليط ديالي هو هذاك،
يعني دخل لي جوج ديال الكيسان كبارين. صافي كناخد المول كنخوي فيه دير ديال الزاج عادي، ما دهناه ما حتى حاجه كنديرو، وكنخليه واحد شويه اللي كناخد الكاكاو ديالي وكنديرو تما جوج صاشيات، وكنضيف معاهم واحد شويه كيكه ديال الحليب لان الخليط كيقصح واحد شويه بداك الكاكاو، وباش يكون عندنا نفس الخليط نفس الكثافه ديال الخليط اللي كاين في المول مع هذاك اللي كاين تما في داك البانيو، خصني ضروري نخفوه بشويه ديال الحليب ولا شويه ديال الماء، المهم باش ما شنو ما كان عندكم. صافي هنا كنضيف غير تقريبا واحد المعلقه كبيره قول ديال الحليب عامره، صافي وكنقبطو كنديرو هكذا من الفوق كندخلو الفران. صافي هذا ما كان فران كيكون البنات مطفي، كندير المول ديالي عاد كنشعلو، كنشعل عليها غير من التحت كنخليها طيب على خاطر خاطرها حتى كطيب. صافي مني كطيب كنخرجها ايوا بصحتكم وراحتكم على 170 درجة، يعني عافية تكون مهيلة ما تكونش مجهدة بزاف. درنا حريشة وصافي الصراحة هاد النهار كنا درنا غير الكوتي، ما درنا لا عشاء لا حتى شي حاجة. نورمالمون البنات انا هادشي اللي كنت قسمت معاكم هاد النهار، يعني الصراحة ما كنتش تقسمت معاكم شي حاجة واحدة اخرى، وكنت هنايا غنقول لكم بسلامة عليكم، تهلاو في راسكم حتى نتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولكن وقعت حاجه في تالي ديال الليل وكملت التصوير ديالي، كملت لكم زعما التصوير ديالي اشنو وقع، وفي التالي خليتها غادي ندخلها ان شاء الله في هذا الفيديو. المهم تشوفوا معايا اشنو وقع لي. عرفتي ملي ما جانيش الوحم في الوقيته ديال الوحم غادي يجيني الوحم في 9 شهور ياك. شوفوا شحال في الساعه، شوف 12 الليل هادي جالسه طلعت البيت من النعاس. لا وين انا طلعت يلا سيتو 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 قلت لكم أجعج. يلا لعبوي يلا تخيلوا طلعت لبيت النعاس على اساس باش نعس تسمون سيري عند لينا سيري عند لينا سيري عند لينا قلت لكم على لا طلعت معايا حليبه ديال الاريج شتيتي شنو لا لا ولي جديده دابا يلا ما كلسي كلسي. طلعت معايا الحليب ديال الاريج طلعت معايا داكشي اللي غادي نحتاج ديال الليل اللي كتنوض مي عليه الاريج يبا هي هذيك شويه كنطلب شي. المهم انا شويه طلع دايما كنسبقو بعدا البيت نعس هي ما طلعتش خرجتي شكون اللي زعمك هو لا انا والو ماشي انت واخا كنتي زعمتيني انت هو ما كاينش انا غنخرج والله ما نخرج. المهم ولاني لينا مسخوطة قلت لكم هي هذيك عرفتي انا قلت لهم طلع انس وقلت كنهضر معاه شويه جات لينا هي الاولى قلت كنهضر معاه عاد على ما طلع انس ايوا هي هذيك شويه درت لهم عرفتي شنو حاسه براسي ماشي هي هذيك وباغا نشرب شي حاجه جاتي قالت لي واش نصب لك شي عصير ولا شي حاجه قلت لها لا راني بغيت قلت لها الحليب ها هو والماء ها هو قلت لها بغيت شي حاجه واحده اخرى نشربها سي شفتها كيف امس وندبلوها قالت لي والله ما كره هذا الشيء اللي حنا ناكلو ويدي لي نمشي نجيبو لك دابا وانا هو قال لي داك نمشي نجيبو لك دابا وانا عرفتي صافي ريو يبداو يهبطو وندير له بغيت تدلع
قال لي يلاه تخرجي يلاه تخرجي معايا باش نجيبو الدله. ايوا جات هي قالت لي لينا زعما خالتي حرام عليك تكرفسي على هذا الراجل. ايوا صافي جيت انا بقيت كنضحك وشويش واخا شويه وهو قال لي واشنو دابا الا غادي تنوضي تمشي يلاه نمشيو تبقيش تفلي عليا ويا تشوفي لينا عاود ودير له اش قلتي له مالك مزروب ما عرفتش نبقات له شي حاجه عرفتي الكرشيخ ديال الطاق قلت له سقتي قالت له واش سقتي وانا راني كنهضر بنيتي ديال بصح المهم هانتوما كتاب حتى نخرجوا في 12 الليل باش نمشيو نجيبوا الدلاح ودابا المشكله وهو فين غتلقى الدلاح في هذا الوقت هذا فين غتلقاه فين نشوفوا صاحبتي ما فيك المطره بزاف هذا هذا وهذاك ديال الاخر والله الا عنده الدلاح والله الا عنده الدلاح شفتي خالتي اه شفت خالتي ما عارف راسها تسالي اوه نمشي وناكل الدلاح في الطاج الليل يلا زيد ماما انا يلا زيد زيد اوه 5 درهم الكيلو البنات ماما كيفاش غتخرج دلاحة زعما انا سقطتها وغسلها وندير لها الفويطة وضيتها وضيتها يلا وشوف الموس اللي قالت لك جيب لي راه الجهد اللي ما كاينش هي غتوقف على حضرتي انا راك تقطعات خصها غير دير داك أو كان جيتي جبتي موس مقادة صاحبتي مالك على هاد الحاجة جيبي جيبي انتي مطرقة ومارطة هاي ترجوش ديال المواس جيب لها معلقه جيب لها معلقه حلو هاي شدي شدي التليفون مش ناخذ حقي شدي شدي دغيا شدي انا الاولى واعره 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 خلصتي عطيني واعره واعره شنو سويدا وشنو مطيخ وشنو قولي لك نشرب الدلاح لينا كوبي كوبي صافي بركه واعره صوري لي صوري لي ويا اختي كلين الدلع كتشوف فيا لينا كلين الدلع حتى خرجنا من ودنينا عرفتي شنو دارت مشات كطير قالت لك واعره تمشي تفيق زين طلعت فيقات زين وشنو مشات دارت مشات فيقات ماما ماما ما حستش براسها تلقات راسها راه في السفلي هنا لتحت شي ما لقيتش علاش نوقف عليه والله ما نويت لهاد الدلع باش كنعيط الله يسري شنو فاش هبطت لقات الدلع ولكن كلات الدلع الحمد لله زينب هبطت هي عرفتي دايره مغمضة عينيها هي وصلت هبطت كتقول لها شنو واقع شنو واقع قالت لها جي جي تاكلي الدلع هي شافت الدلع كلات الدلع ورجعت مشات نيشان نعسات بغيت لاتي شنو راه واعره حلوه تبارك الله ما شاء الله مجعبه تبارك الله ما شاء الله فنه ماشي مرمله انا ما كتعجبنيش مرمله اللي كتكون بحال مكلخه كتعجبنيش هكاك كتعجبني تكون قاصحه وحلوه اميه الله يا اختي الحمد لله اللهم ادي معها نعمه واحفظها من الزوال قال لي انا سيطلب غير طلبي الحمد لله راه حنا في بلاد الخير غير طلبي ربي ايوا الغسلات ديالي دابا نمشي عاد نعس وانا مرتاح درت شي انجاز كليت الدلع حتى الليل يلا الغسلات ديالي تصبحوا على خير حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي السلام عليكم